بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا نتكلم عن كده العالم، إذا الفلاسفة، ونعرف بأن الفلاسفة المعروفين عندنا كثيرة، لكن يبدأ دائما بكندي ثم يثنى بفارابي ثم ابن سينا. طبعا كما يقال كثيرا ما في هندي بأنه قريب، ليس فيلسوف حقيقي لكن قريب جدا بالمتكلمين وخاصة المعتزلة، لأن وقت الذي ظهر هو كان المعتزلة على صح كان أقوياء، ربما بعض الناس يقولون لم يستطيع يعبر عن رأيه، لم تكن عنده جرأة تلك الجرأة حتى يعبر عن رأيه حقيقيا. هندي اهتم كثيرا جدا بتناهي العالم، يعني بأن العالم ينتهي. طبعا إذا قيل بأن العالم ينتهي، يعني هذا بأنه له بداية وله نهاية. وتحدث عن تناهي العالم في تقريبا في 3 كتب أو في 4 رسائل له. رسالته في هدوء الأشياء ورسومها، ورسالته في وحدانية الله وتناهي الجرم العالم، ورسالته في فاعل الحق الأول تام، والأخير رسالته في إيذاء تناهي الجرم. طبعا الملاحظ لهذه الرسائل يجد بأن الكندي هو أسلوبه لا يختلف عن بعض، يعني عنده انسجام في إبداء آرائه. لكن الملاحظة الثانية، يعني هذه الكتب أيضا فيه سينية، كما الناس يقولون بأنه هو أقرب إلى المتكلمين منهم من كونه فلسفي. وكان غرضه في هذا هو التوفيق بين الآراء الفلسفية والآراء الدينية، حتى الوهم والشك الذي يعتري على واحد أنت أن لا تكون هناك اختلاف بين الدين والفلسفة. نعم، في هذه الأمور في تناول العالم تقريبا أسلوبه أسلوب يكون قريب جدا من أسلوب المتكلمين في زمانه، لأن المتكلمون كانوا يتكلمون عن تناهي زمان وتناهي أشخاص، ثم طبعا هذا الذي كان أدلتهم حقيقية على حدوث العالم إلى مبدأ التناهي في كل ما هو موجود فيه، لأنهم كانوا يقولون بكل ما يكون موجود فيه هو إن شاء الله هذا ينتهي، وهو الدليل المشهور المعتزلة في أصل الكندي. والكندي أيضا هو اتبع هذا الأمر أيضا في إثبات أن العالم قديم ليس أن العالم حادث ليس القديم. استاذ قول لي بالي نعم، ما نظرية الكندي بقدم العالم؟ هذا نظريته هو يرى بأن العالم حادث، العالم نعم، حادث ليس قديما، العالم أما له بداية عالم وله نهاية. حادث. نعم، نعم، عالم حادث دليل عنده، العالم، ها؟ ما عنده دليل؟ وهذا الذي نأتي الآن، نأتي على نعم، شوي شوي. نعم. هناك قلت يعني هو قريب من المتكلمين، ولكن يعني قراته هو يعني ويعني الهندي
هو قريب من أرسطو. لا يخالف ارسطو، يقال ارسطو بكذا بيكون بكذا اعلم. نعم، ولا وليس عنده نعم تلك القصه الخياليه الذي يتكلم عنه، ويخالف ارسطو ويخالف افلاطون ايضا، كونه بكون بانه يعني يخالف. نعم عنده، يعني عنده عناصر ثلاثة. نعم جرم عناصر والحركة ثلاثة، والزمان. الحركة والزمان. نعم تفضل. الجرم والحركة والزمان. نعم. تفضل. نعم. طبعا كما أنت سألت، هو كما كنا نقول بأن هو قريب بالمتكلمين أكثر منه من الفلاسفة، وعشان إلى هذا السبب، بأن كان المتكلمين في زمانه يكون أقوى، وخاصة المعتزلة. بعض الناس، بعض الباحثين يقولون بأنه هو لم يستطيع، ربما لم يستطيع بإبداء آرائه الفلسفية كاملة خوفا من السطوة المعتزلة في تلك الفترة. لكن طبعا لا نستطيع ناخذ هذا ونتمسك به، لان ليس هناك دليل قاطع الذي يدل على هذا، فقط يكون فقط طرف بحثي انسان يقول هكذا. اذا كان الان هو فيلسوف قريب بمتصل كما اشار اليه الاخ الان، هو عنده دليل ريادي يريد، يعني كما يريد إثبات هذه الأشياء ويفرض فرضا، وكل هذه تدور على حول أمرين، ثلاثة أمور. نعم، لا، أولا ما أنتم تعرفون بأن الفلاسفة اليونان هم يقولون الحركة لا نهاية لها، وإذا كان لا نهاية للحركة يعني هذا لا نهاية للزمان. ولكن هو بنفسه هو يثبت يخالف هذه الفكرة عند الفلاسفة اليونانية، يقول لا، الحركة والجرم والزمان هذه كل هذا متلازم، أما إذا متلازم للجسم، وقت الذي يوجد الجسم مباشرة يوجد معه هذه الأشياء، إما يكون معه مباشرة حركة، وما هو يكون معه عنده زمان، لأن هذا الذي يحدد، لأن الجسم بدون هذا المكان كان ممكن ليس له وجود. إذا يرى المتنم، إذا هل هذا الجسم الآن يكون مستقلا عن الجسم، يكون مستقلا عن حركة أما عن أو عن زمان أو جرم؟ لا، يقول لا، الجسم ليس مستقلا عن حركة وليس مستقلا عن زمان، يكون متلازمان معه. إذن وهو يأتي الآن يأتي بعض المقدمات، يعني يقول الذي ممكن أن نضع عليه تقريبا هي تعتبر ستة سبعة ثمانية المقدمات يضع هذا. يقول العظام المتجانسة التي ليس بعضها أعظم من بعض متساوي. نعم، إذا كان هذه الأجسام متقاربة ولكن ليس بعض أعظم من بعض، يعني هذا بأنه متساوية. إذا العظام متساوية أبعاد أيضا بين نهايتها متساوية بالفعل بالقوة. إذا هذا الجسم إذا كان يكون أبعاد بعد الذي يتساوى عليه، إما أن يكون متساوى بقوة أو يكون متساوى بالفعل، يعني يكون استعداده، يكون له استعداد أن يكون حاليا أو يكون عنده في المستقبل. نعم.
إذا في نهاية في نهاية يذكر هذه المقدمات الثمانية في نهاية ويصل بأن ما كان على هذا الحال يكون تقريبا له نهاية وله بداية. نعم، إذا كان هذا يكون له بداية وله بداية، ثم الآن يريد الآن يأتي الدليل بما هو يكون الذي يدل على نهاية الألم، بأن الألم يتنحى. نعم نعم طبعا نعم نكت الآن نرى بأنك في صلاتي في الهدوء الوحدانية والتناهي لأجر الألم ينطلق لإثبات حدوث الألم من مقدمات بديهية واضحة معقولة بلا تواصل مأخوذة من الرياضيات في الغالب، ثم يبني عليها إثبات أنه يستحيل وجود جسم بالفعل لا نهاية له. وهذا الإثبات هو صورة مفصلة مؤقتة للدليل التطبيقي المشهور عند متكلمي الإسلام وفلاسفته وفي إقامته للبرهان على استحالة وجود جسم لا نهاية له بالفعل، غير أن كيندي يجعل هذا البرهان كالسهل فهم بل يكرره فيه من مقدمات سبق له ذكره في أول الرسالة، ويدور على أنه لو أخذ من الجسم المفروض أنه لا نهاية له بفيل الجسم ثم أضاف إليه من جديد، لكان مع هذا يضيف عليه أكبر منه قبل إضافته، ولكنه قبل إضافة وبعدها هو أي لا متناهي. إذن فالمتناهي هو أكبر وأصغر وهو التناقض. وبعد ذلك ينتهي كندي إلى وجوب تناهي الجسم والحركة والزمان، يقرر أوليتها حدوثها جميعا أن ليس أي لا شيئا بفعل محدث، وهذا إهداف إظهار للشيء أن ليس هو إبداء كما هو واضح من بيانه في رسالته. في رسالته في الفائدة الأول تام حيث يقول إن الفيل حقيقي الأول هو تعيس يسات أن ليس، وهذا فيل بين له خاصة لله سبحانه وتعالى أن ليس الذي هو غاية الكل إلا، فتعيس أياس ليس هو لغيره، وهذا فيل هو مخصوص باسم إبداع، ولا إطلاق اسم إبداع الذي يطلق الكلية على فعل خاص بالله تعالى يتفق ما فيما يذهب الآن ما إسلاميين. إذن أن الله هو في عقيدة إسلامية بديع السماوات والأرض، وهذا إبداع هو خلق من عدم أي إيجاد شيء من لا شيء، إيجاد شيء لا يسبق بمادة ولا بزمان، أو فيما يقول كده إظهار شيء أن ليس أي تعيس يسات أن ليس، وهذا وبهذا يحاول كيني إبطال رأي القائل بإمكان أن يكون شيء إلا لذاته معتمدا في ذلك الأدلة العقلية، كما أن العقيدة تفرض عليه أن يجعل الله سبحانه وتعالى هو هلة العالم، فهو يرى أنه لا يمكن بالنسبة لله تعالى أن يكون هناك محل للبحث في كون الله سبحانه وتعالى إلا لذاته، لأن الله تعالى إنه ليس هو العالم ولا كعالم بل هو إلة العالم، فالله هو الإلة الحقيقية أو واحد الذي لا إلة له وهو أزلي الذي لم يسبق وجود عدم. ولما كان كده يقول بإبداع وبفعل مبدي في كل شيء، فإنه بهذا يخالف أرسطو وينحدر إلى أديان وينحاف إلى أديان وما فيها من أكيدة خلق العالم لا من شيء، وتفرد الإله بخلقه ومن قوله على صورة فلسفية إجمالية بسريان في الإله في كل شيء. ومما يلفت نظرا في تفكير أكيندي أنه يعتبر كون إيجاد أشياء وإهدافها حركة، وهو هنا يتفق مع أرسطو الذي يرى
أن من الحركات أربع: حركة الكون والفساد. وإن كان الكون عند الفيلسوف اليوناني مخالفا للكون عند الفيلسوف الإسلامي فيما بينهما، كان أرسطو يرى أن الكون ظهور كمون. نجد أن الكندي يرى أن الكون هو خلق وإهداف من عدم، أي وجود شيء بعد أن لم يكن. أو بإصلاح الكندي، إن الجرم الكل كان أولا لا ساكنا، أي وجود الشيء لم يكن موجودا. نعم نعم والواقع أن الكندي في رسالته إلى أحمد محمد بن خراسان في إداية تناهي الجرم يقول: يحاول أن يبين أن الجرم والحركة والزمان لا يسبق أحدهما آخر، كما أنه لا ينفصل أحدهما عن آخر، بل هناك تلازم بينها جميعا، كما أنها جميعا مشتركة في الحدوث. فهو أن يوضح معنى أعظم المتجانسة في مقدمة رسالته، يحاول أن يثبت أنه لا يمكن أن يكون جرم لا نهاية له، أي أن الجرم لا بد أن يكون متناهيا. فهو في هذه الرسالة إنه إن أمكن أن يكون جرم لا نهاية له، فقد يكون أن يتوهم منه جرم محدد الشكل المتناهي. نعم تقريبا في ما نستطيع خلاصة كلام ما يمكن أن يقول أن نقول لأمر كيندي، يعتبر أن نقول بأنه هو يتحدث بأن العالم له بداية وله نهاية، بأنه كان ممكن أن يأتي عالم من نفسه، لا بد يكون له إلا حقيقية خلفه الذي يمكن أن يعتمد عليه العالم. طبعا هنا خلاصة الكلام ليست نقول بأن ما يقوله الفلاسفة والمتقدمون هكذا، هم يقسمون الموجود إلى ثلاثة: إما موجود واجب وجوده، أو موجود ممكن وجوده، أو موجود مستحيل وجوده. إذا الموجود واجب وجوده هو الذي يكون علته من نفسه، والموجود ممكن وجوده وهو الذي يكون علته من غيره. طبعا المستحيل هذا سواء كان متكلم او الفلاسفه يذكرون قسم المستحيل باتمام القسمه حتى يكون متمما. ولذلك الحديث عن المستحيل لا تقريبا كلامه لا فائدة له. نعم هذه هي الآن بلا الله ليس جزء من العالم، وهو إلة لنفسه، والعالم هو ليس إلة لنفسه وإلته من الله سبحانه وتعالى. نعم تقريبا لو أنا كنت أرى ما دمنا أن انتهينا من بعيد نناقش هذا ثم نأتي إذا كان الأمور تكون واضحة. نعم صحيح، هذه الفكرة كان واضحة، يعني لو بدأنا نقاش لكل واحد سيأخذ منا وقت طويل جدا. يعني في الأخير نذكر الآراء 1 2 3، يعني لو كان هناك مداخلة ومناقشة نناقش فيه، وإلا لو بدأنا من بالكندي وإجابة صحيحة يكون هذا الوقت كثير جدا. فهكذا ننتهي، نلخص الأمور من الكندي وفارابي وابن سينا، ثم ننتقل للمتكلمين. هذا حسب رأيي، لا أدري ماذا تقولون أنتم. أنا أبي فكان المفروض أقرأ خلاصة مش الذي يقول الآخرون يكون أحسن. صحيح. لو ننظر طبعا في سلسلة الفلاسفة عندنا في الإسلام، بعد كده يأتي مباشرة الفارابي. طبعا
طبعا نعرف بأن أي شيء في بداياته يكون هناك نستطيع أن نقول الأمور يكون كاملة، والتي يأتي بعده يستكمل على ما فات الأول. ولذلك طبعا هي فكرة إنسانية، يبدأ من قليل قليل ثم يرتقي. ولذلك كما دائما نرى ملاحظات بأن فلسفة الفارابي تكون أقوى من فلسفة الكلمي، لأن كان الكلمي في البداية، وابن سينا أيضا يكون سيكاريس يكون أقوى من هذا، لأن المعلومات يجمع ويزداد. نعم. نعم. هو بنفسه أيضا يركز كثيرا ما كما كنا في البداية عند الكندي، لأن الأمور يكون أدخل في الفلسفة أكثر منه من الكلام. نعم. إذا البحث مسألة كده بالعالم أو حدوثي عند فارابي ثاني إحاطة بفلسفته من مختلف جوانبها، ذلك أن قضية وجود العالم أساسا هي قضية فلسفية، تشمل قضية علاقة بين الوجود والماهية من ناحية، وعلاقة الوجود وكل من حركة ومكان وزمان من ناحية أخرى. كما ترتبط بوجود الميتافيزيكا والطبيعيين فضلا، وهكذا ترتبط هذه المسألة بمقولات العلم الطبيعي وعلم الإلهي عنده. ولما كان من الصعوبة بإمكان بفصل مقولات العلم الطبيعي عن العلم الإلهي في هذه المسألة بالذات، نظرا لتداخل جانبين، فإننا سنتناول في هذه المقولات خلال الرجوع إلى مصادرها، وهما العالم الميتافيزيقي والعالم الطبيعي. طبعا يريد يقول لنا هنا الأول، لأن عندنا أمران أساسيان. الأمر الأول هو الإله ميتافيزيقا، لأنه هو تقريبا هو الذي خلق كل شيء. ثم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تكون العالم نفسه أيضا، ولكن العالم ما دام العالم هذا يكون مرتبط بالطبيعة، لأن العالم من الطبيعة، العالم كله من الطبيعة. يعني إذا كنا الطبيعة هنا الآن، حركات العالم، حركات النجوم وحركات الشمس وحركة الأرض، كل هذا تدخل في مكان واحد. سنجد الآن العلم الطبيعي وعلم العلم الإلهي والعالم يكون متداخلة في البحث. ولذلك فلسفة الفارابي يشمل التحديث عن حدوث العالم عند فارابي يشمل ثلاث أقسام هذه كلها. ولكن هو كما دائما نقول، هو اعتمد في إبداع رأيه في الكون، يعني طبعا وأكد جزء من فلسفة أرسطو، وأكد جزء أيضا من أفلاطون، وخاصة في كتابه هو يتكلم عن هذه الوجود، الوجود الأول ثم وجود الثاني وإلى الثالث. نعم. ويقول بأن الوجود الأول الكائنات يتبع وجود الأول، وهو الفيض منه، وهذا الفيض الكريم لا ينقص شيئا من فيض الأول ولا يزيد أيضا إليه كمالا.
وخلاصة الكلام نقول بأن نظرية كرة القدم مبنية إلا فارابي على فيض على فيض، كما نعرف هكذا، بأن الله سبحانه وتعالى لما اكتمل بعد أنه الأكل الأول ثم أكل الثاني ثم الثالث إلى أكل سفلي إلى أكل فعال، لأن طبعا أنتم تعرفون هناك أكل عشرة عندهم. الأكل الأول صدر من الله، صدر عن الله سبحانه وتعالى، ثم الثالث إلى أرض فلكي، يعني إلى تحت ما تحت الأرض. هنا الآن يريد طبعا نجد هنا الآن يبدو عليه واضح جدا فلسفة اليونانية إما أرسطو أو أفلاطون، بأنهم هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الآدم ثم تركه صدر منه بطريق الفيض، ثم هو فقط صار عاشق ومعشوق، عاشق مشروع ومعشوق. نعم، والأول هو يكون أول صدر من الله، ثم الثاني ثم الثالث ثم الثالث إلى أكل فعال. إذا أكل فعال يصدر منه العالم إلى الحياة. نعم، تقريبا ممكن نستطيع أن نقول هي خلاصة فلسفة خلق العالم عند الفارابي، بأنه يعتمد على نظرية الفيض عن الله سبحانه وتعالى، بأن الأكل الأول صدر من الله، ثم الثالث إلى أكل فعال، ثم صدر من أكل فعال العالم. نعم، لا. ممكن نقول بأن خطوط عريضة المركب المركزي التي يمكن استخلاصها من نصوص فارابي السابقة هي أن فارابي يؤكد على عدة نقاط. أول، أن العالم محدث وأنه أحدثه من عدم، وأن عدة إحداث هي إمكان لا حدوث، وأن العالم محدث لا في زمان، أي أنه محدث بالذات قديم، وأن الله أوجد عالم منذ الأزل لأنه تام الشروط والمؤثرات، ولو تأخر عنه علته لكان ذلك نقصا على ذات إلهية. يعني هو يريد يقول بأن وجود العالم مترابط بوجود الله، لأن ما دام الله كامل، الله كامل، إذا صدور فيه عنه يكون دائما معه. نعم، تمام. ولو تعقل عنه لكان ذلك على تحديد الشرط او زوال المعني، وكل ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو الدليل التام الذي يعتبر اهم الادله التي اعتمد الفلاسفه في دفاعهم الموقف من قول كده بالعالم، وسوف ان شاء الله ياتي كلام. نعم، تقريبا هاي هي ملخص فارابي ايضا، بانه يعتمد على نظريه الفيض في كوكب العالم، بان الله سبحانه وتعالى بان الله بان العالم قديم مع الله سبحانه وتعالى، لان ما دام الله كامل كان ممكن ان يتعكر عنه اذا كانت الاله التامه، إذا تم إلى لابد المعلول يأتي مباشرة كما يشير عليه دائما بالخاتم. نعم، نعم. بالنسبة إلى قدم العالم عند الفلاسفة المسلمين، من بينهم الفيلسوف الكندي، هو الذي ذهب إلى حدوث العالم كما هو المختار عند المتكلمين. فيعني فكرته من هذه الناحية يعني مختلفة تماما، وهو لا يرى بقدم العالم سواء كان القدم الذاتي أو قدم الزماني، كلا القسمين هو ينكرها
ويثبت حدوث الألم. أما بالنسبة إلى يعني الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، فمعظمهم ذهبوا إلى يعني من علم العالم. هذا نعم، نعم أي شيء تريد تفضل مولانا نعم. أما القدم نعم الألم عند نعم الفارابي، فكلامه يكون على نفس القاعدة، وهي قاعدة هناك قواعد كثيرة، ولكن القاعدة الأولى وهي قاعدة العلية، كما أنا ذكرت بالنسبة إلى فلاسفة اليونان. فمعظمهم إذن اختاروا نفس قضية العلة والمعلول. وانطلاقا من هذه القاعدة، ونفس الفارابي أيضا اختار نفس القاعدة، بمعنى بأن كل ما نجده من ممكن الوجود، فممكن الوجود في وجوده محتاج إلى علة، إلى الغير، فهذا الغير هو علة للممكن، وهو واجب الوجود، وواجب الوجود في وجوده لا يحتاج، لا يفتقر إلى علة. فلو كان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود وهو علة العلل، فجميع ما دونه فهو معلول لله سبحانه وتعالى من ناحية العقلية وحسب قاعدة العلة. فالله هو علة، وجميع الكائنات هو المعلول. هذه القاعدة الأولية. والقاعدة الثانية، وهو يعني متفق عند الفلاسفة، بأن لو كانت العلة علة التامة، بمعنى جميع الشروط وجميع المقتضيات هي موجودة في العلة، وليس هناك أي مانع من وجود المعلول، فالمقتضي الموجود ومانع مفقود، فمعنى ذلك لازم أن يكون هناك علة، لا عفوا، لازم أن يكون هناك وجود المعلول، لأن إلا بما أنها إلا تامة، وشرائط جميع شرائط هي موجودة، وبما أن المانع هو المفقود، فلازم من وجود المعلول. وهنا نصل إلى النتيجة الأخرى، لو كانت العلة تامة، ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن الله سبحانه وتعالى منذ أزل هو علة تامة، صحيح؟ لو كان الله منذ أزل واجب الوجود، منذ أزل هو العلة التامة وشرائطه موجودة وليس هناك مانع، فمعنى ذلك من أزل المعلول هو الموجود حسب هذا القاعدة. لماذا؟ لأن لو لم يكن المعلول موجودا، هذا يعني بأن العلة ليست تامة، أو كان هناك مانع، المانع بأي معنى؟ بأن الله ليس بقادر. فهذه القاعدة ينتجنا شيئا آخر. القاعدة الأولية بأن كل معلول أو كل ممكن هو بحاجة إلى علة، أثبتنا بأن الله هو علة العلل، علة المعلول، علة الكون، هو الذي أوجد الكون، صحيح. والنتيجة الثانية والقاعدة الثانية، بأن لو كانت العلة علة تامة وليس الشرائط موجودة والمانع غير موجود، فمن هذه القاعدة استنتجوا الفلاسفة من ناحية العقلية بأن الله هو علة تامة وجميع الشرائط موجودة وليس هناك أي مانع، بمعنى أن الله من منذ أزل هو علة تامة وجميع شرائطها موجودة وليس هناك أي مانع، معنى ذلك منذ أزل المعلول كان موجودا. المعلول هو الصادر الأول عند الفلاسفة، أو العقل الأول عند الفلاسفة، ولكننا نسميه المعلول الأول. فهذا المعلول الأول هو أيضا أزلي وقديم. لو لم يكن أزليا، معنى ذلك العلة ليست تامة، فيلزم النقص في علة الأولى أو علة العلل. هذه القاعدة الثانية. هذا موجود عند يعني أرسطو، وعند ابن سينا، وعند فارابي، وعند غيرهم.
إلا ما استثنينا منه الكندي. وإذا إن ملا صدر ذهب من المتأخرين عنده فلسفة خاصة بتفسير خاص في حدوث العالم، ولن نتطرق إليه الآن. صحيح، إلى هنا اتفقنا مع القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. فما نستفيد من كلام الفلاسفة، والله هو علة الكون، وثانيا بأن الله معه، يعني المعلول هو إذن أزلي. صحيح، الله هو أزلي قديم، والمعلول الأول هو أزلي وقديم. صحيح، هناك لماذا ذهب أو اشتهر الأستاذ الفارابي بنظرية الفيض، ولماذا جاء بهذه النظرية؟ بعض الباحثين قالوا بأن الفارابي أخذ هذه النظرية من أفلوتين وليس أفلاطون. يقول الأفلوتين كان يعني شارح لفلسفة اليونان، وأفلوطين هذا هو الذي تأثر بالفلسفة الشرقية، وما وصل إلى عالم الشرق، ما وصلت إليهم الفلسفة هي عن طريق الأفلوطين. والأفلوطين كان عنده يعني شروحات إشراقية، فأدخل أفلوطين نظرية الفيض. والفارابي أخذ كما ذكر بعض الباحثين بأن فارابي أخذ نظرية الفيض من يعني أفلوطين. فماذا أضاف في نظرية الفيض يعني الفارابي؟ ماذا يقصد بهذا الفيض؟ الفيض معناه حينما نحن نقول بأن العلة يوجد المعلول، يعني الفيض حقيقة العلاقة بين العلة والمعلول، يعني أو تفصيل أو شرح العلاقة بين العلة والمعلول. هناك حينما نقول الخلق أو نقول الإبداع أو نقول الصنع، فهناك صانع وهناك مصنوع، هناك خالق وهناك المخلوق، وبينهما الرابطة وهي يعني الخالقية أو الصنع أو الإبداع، وهي رابطة بين الخالق والمخلوق. فهناك حينما بدأوا يفسرون يعني الفلاسفة العلاقة بين العلة والمعلول وبين الخالق والمخلوق، فبعضهم فسروا بطريقة بأن الله لو أراد حينما بدأ يعني الخلق العلة، حينما أفاض منه أو خلق منه أو أوجد المعلول، هل هذا إبداع وهذه عملية الخلق جعل تغييرا في وجود الله، سبب حدوثا، سبب شيئا تغييرا في وجود الله أم لا؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى أولا حينما العلة يريد أن يؤسس شيئا، أن يوجد شيئا، ماذا نفعل؟ على سبيل المثال لو واحد يريد أن يصنع يعني شيئا مثل على سبيل المثال الباب، فالفاعل علة الفاعلة ماذا يفعل؟ أولا يصور الباب، وبعدين يأتي بالأسباب، ثم يصور الأمور الأخرى فصورة، ويأتي بالمادة ويصور أمور، وأول شيء الإرادة عنده. فهل هذه الإرادة والعلم كان أزليا أم غير أزلي؟ وبعد أن خلقها هل هناك صار هناك نوع من يعني في حالة خلق المعلول، هل في هذه الحالة صار هناك نوع من التغيير في داخل وجود الله سبحانه وتعالى أم لا؟ كما أن العلة الفاعلة حينما يوجد الشيء فيريده، وبعدين يعني هناك مراحل أخرى يعني يأتي بجميع جميع الأمور التي تحتاج إليها لخلقها. فمن هنا كيف هناك رابطة؟ هل الله حينما لو كانت الله هو العلة الأولى وهو الذي خلق هذا الكون، ففي وقت خلق هذا الكون أو هذا المعلول، هل صار هناك نوع من يعني تغيير في وجود الله، في ذات الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فبعض الفلاسفة قالوا بأن
كانت هناك إرادة من الله سبحانه وتعالى للخلق، وهذه الإرادة نؤمن التغيير. فهنا جاء كما فسروا بأن العلاقة بين العلة والمعلول، وإلى علاقة الشوق والعشق. فلماذا قالوا بأن علاقة هو إرادة الشوق والعشق؟ خلاص، لكي يتخلصوا من إشكالية الإرادة ومن إشكالية التغيير في وجود الله سبحانه وتعالى. ففسروا بطريقة، بهذه الطريقة، لأن العلة علة التامة، وهذه العلة التامة نفسه يعني سبب، هذا السبب سبب لفيضان الوجود، فيضان الوجود. هذا مقال بمعنى الفيض. الفيض معناه يعني ليس هناك أي حاجة للإرادة، كما يقولون على سبيل المثال، على سبيل المثال أم هذا هكذا فسروا الشوق يعني، على سبيل المثال لو كان هناك، على سبيل المثال لو كان هناك يعني المحبوب، واحد محب والثاني المحبوب. المحبوب هو في حالة بأن في هذا وجود المحبوب، هناك يوجد نوع من التغيير، نوع من الشوق في داخل وجود المحبوب. لو كانت هناك يعني بنت جميلة، طلابنا يعني لو كانوا مروا بسكن يعني بنات، صحيح؟ فشافوا، أنا أغير العنوان، لو على سبيل المثال هناك شباب في مكان ما، ووجدوا يعني هناك بنت أو هناك امرأة جميلة حسناء، فبمجرد رؤيتهم هناك يعني يظهر نوع من الشوق رغبة إليهم، سواء أرادت المرأة الحسناء أو لم ترد. يعني ليس هناك مدخلية الإرادة، بمجرد وجودها كل واحد يلتفت إليها. فيفسرون من أين جاء، يعني هل أرادت يعني المرأة بأن ينظر إليها هؤلاء، يعني النظر إلى هذه المرأة الجميلة، السبب هو الشوق التي سببها وجود المرأة، سواء أرادت أو لم ترد، بدأت الحركة ما هي، وهو نظر، صحيح؟ فهذه الحركة وهذا النظر مجرد وجود سببه يعني وجود المرأة الحسنة. فكذلك يقول بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه علة التامة، والعلة التامة سواء كانت هناك إرادة أو غير إرادة يفيض منه المعلوم. في أمور الطبيعة عندنا أمثلة كثيرة، على سبيل المثال واحد يريد أن يشتعل نارا، صحيح؟ يشتعل نارا، فاشتعال النار لو كان جميع الأسباب موجودة، فواحد جاء بالحطب وجاء يعني النار يحترق، سواء ليس هناك أي إرادة للنار، وليس إرادة للحطب لكي يحترق أو لا يحترق، صحيح أم لا؟ فكذلك يعني الفارابي فسر العلاقة بين علة المعلول لكي لا يأتي هناك إشكال الإرادة أو إشكال التغيير في وجود الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نضيف إليه كلمة، يعني نقطة ثالثة، وهي نظرية الفيز عند الفارابي. النظرية النقطة الأولى في نظرية الخلق عند الفارابي، النقطة الأولى بأن الله هو علة العلل، هو الذي أوجد المعلولات، صحيح؟ وهناك شوي تفصيل ولكن لا نريد أن نتطرق إليها، بأن حينما يقول الفارابي وابن سينا بأن الله هو الخلق، خلق أي شيء؟ خلق عالم المجردات أو عالم الطبيعيات. يقول عالم الطبيعي يختلف عندهم عن عالم يعني مجردات والعقول،
فالله خلق العقول، وهذه العقول هي علة للعالم الطبيعي، ولكن نحن لا ندخل في هذا التفصيل، إن شاء الله سنقرأها. والنقطة الأولى بأن الله هو علة للمعلول أو علة الكون أولا. نقطة ثانية بأن الله هو علة التامة، وشرائط موجودة وموانئ مفقودة. فبما أن الله هو علة أزلية، ولذلك معلوله أيضا أزلي، كما أن الله قديم معلوله أيضا قديم. ونقطة ثالثة، ما هي علاقة بين علة المعلول؟ يقول العلاقة بين علة المعلول وهي علاقة الفعل، بأن فاض منه الوجود، وجود المعلول، وليس هناك أي حاجة لإرادة أو غير شيء، بل فاض من الله سبحانه وتعالى وجود المعلول. كما أن الشمس يفيض منه يعني شعاع، كذلك الشعاع يفيض منه، الفيضان فيضان الشعاع، شعاع الأشعة من الشمس، كذلك يفيض الوجود من علة التامة، يفيض الوجود من علة التامة. كذلك فهذه نظرية الفيض عند الفارابي. وفيما أتصور أن ابن سينا عنده نفس النظرية، ولكن لم يضيف إليه يعني نظرية الفيض، لأن المشهور عنده فقط يكتفون ب فارابي. ونفس هذا أنا أتصور هناك تفصيل وأستاذ كوليبالي يرشدنا إليه، ولكن حسب فهمي أو كما قرأت نفس هذه القضية الأولى، وهي قضية الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وهو علة للمعلول الأول، أو هو الذي خلق العقل الأول. وثاني بأن الله هو الأزلي واجب العلة إلا أزلية، فالمعلول إذن معلول أزلي عندهم، كذلك عند ابن سينا. وأما الفيض، أظن الفيض لا يوجد عند ابن سينا، وهو ما يقول به الفارابي، أو كان هناك إضافات أو شيء آخر. إن شاء الله نستفيد من أستاذ كوليباري، شكرا لكم. مرة جزاك الله خير جزاك. نعم. ألو؟ نعم أستاذ كليباري، لو كان هناك أي إضافة، أو تريدون شيئا، أو هناك أي إصلاح، فنحن نستمع إليك. لا لا، ليس هناك أي زيادة أخرى على هذا العالم تقريبا. طبعا أنت تفرغت، هو مازال الخليل موجود عند الفارابي، ولكن ابن سينا هو لم يذكر الفايدة، اكتفى بكون بأن العالم قديما. كلاهما يمشون مكان على نمط واحد، ولكن فقط كما تعثير أو تعثر فارابي بأفلاطونية مودفة، ولا كان فرق بين هذا بأن فارابي هو أخذ فلسفة إشتراكية، وابن سينا اللي أخذ فلسفة أرسطو. هو الفرق بينهم، بل نستطيع أن نقول بأن على فارابي هكذا نزوة الصوفية قريب بالتصوف أكثر منه إلى فلسفة، إذا نريد أن ندقق كما قلنا بأن الكندي هو قريب إلى المتكلمين، وفارابي قريب إلى السوسية، وابن سينا هو يكون فيلسوف خالص. أحسنتم، بارك الله فيك. فلو كان هناك، لأن نحن قريب من الساعة 12، فلو كان أستاذ إمداد الحق موجود فنستمع إليه حتى ننتهي من هذه القضية. لا، حق موجود.
نعم أنا موجود. نعم تفضل يا أستاذ إمداد الحق، ما كان موجود عنده إن شاء الله نستفيد منه خلال دقائق حتى إن شاء الله ننتهي من هذه القضية. نعم، عندنا موضوع موقف المتكلمين نعم بكل تفضل. هل نستطيع أن نأخذ هذا في هذه الليلة؟ نعم نعم، واصل. عنده يعني نظريته يعني حدوث العالم عنده أصلين، وهما الأصل الأول إثبات حدوث العالم، والأصل الثاني إثبات كون المحدث لا بد له من محدث. هذا هو أصولين عندهم، والمراد بالأصل هنا القاعدة الكلية التي يبنى عليها غيرها، وهذان الأصلان ترجع إليهما جميع المباحث التي يذكرها المتكلمون حول هذا الدليل. أما الأصل الأول وهو إثبات حدوث العالم، وهو حدوث العالم، فقد كرر جمهور المتكلمين إلى أن العالم مكون من أمرين، جواهر وأعراض، وكرروا أن الجواهر لا يمكن أن تنفك عن الأعراض، وأن الأعراض متغيرة، فخلصوا من هذا إلى أن العالم لا بد أن يكون محدثا مخلوقا. وبهذا التقرير يعلم أن الأصل الأول قائم على 4 مقدمات، وهي المقدمة الأولى إثبات الأعراض، أن الأرض هو ما يقوم بغيره. هذا هو يعني تعريف عند المتكلمين. استندوا إلى يعني أن الجسم تطرأ عليه تغيرات، فهو تارة يكون ساكنا وتارة يكون متحركا وتارة يكون ملونا بلون معين. هكذا هو يعني يبين. الدليل الثاني، المقدمة الثانية، إثبات حدوث الأعراض. أولا ذكرت إثبات الأعراض، المقدمة الثانية إثبات حدوث الأعراض. إثبات حدوث الأعراض يعني المقدمة الثالثة. هناك اختلاف إثبات حدوث الأعراض، اختلف فيها المتكلمون، فمنهم من يرى أن حدوث الأعراض ضروري لا يحتاج إلى دليل، لأنه يقع بالمشاهدة والحس، وهذا القول قال به الماتريدية كما ذكره النسفي وبعض الأشاعرة. ومنهم من يرى أنها نظرية لا تعلم إلا بالدليل، ومنه هؤلاء جمهور الأشاعرة، وقد استندوا في إثباتها على دليل التعاقب، وحاصله أن الأعراض المتضادة تتعاقب في محلها، ونحن نستيقن بناء على ذلك أن الوصف الطارئ حادث لأنه كان معدوما، ونستيقن أن الوصف الدائر حادث أيضا لأنه زال بعد وجوده، وما حدث بعد عدمه أو زال بعد وجوده فهو حادث. هذا هو الدليل عندهم. المقدمة الثالثة استحالة تعري الجواهر من الأعراض،
يعني أن الجسم يستحيل أن يخلو من الأوصاف المتضادة كالاجتماعي والاشتراكي لاستحالة الارتقاء النقيضين، وهذا يلزم منه ضرورة اتصاف الجسم بأحد الوصفين، وبالتالي يقتضي امتناع خلو الجسم من الأعراض، وهذا التقرير اشترط إليه الماتريدية. وأما المعتزلة فاشتردوا إلى أن الجسم لا بد أن يكون متحيزا، والجسم المتحيز لا يمكن أن يخلو من أحد الأصوان الأربعة، وهذا يقتضي أن الجسم لا يخلو من الأعراض الأصوان الأربعة. المقدمة الرابعة، وهذه المقدمة اختلف المتكلمون في تحديد صورتها على قولين، يعني الرابعة يعني هو مشتمل يشتمل على القولين. القول الأول، في صورتها أن ما لم يثبت الحوادث فهو حديث، وهذا القول يعني أن يصوره الباقلاني والقاضي بالجبار وغيرهما. واستندوا في تقريره إلى أن الجسم إذا لم يمكن أن ينفك عن الأعراض فهو لا بد أن يكون معها أو بعدها، وكل من المعية أو البابية تسري أدل تقدم الجسم على الأعراض. فالجسم إذا لا يمكن أن يفقد الأعراض، وفي بيان هذه الحجة يعني إذا بطل أن يكون الجسم عاريا عن الحوادث ومنفك من سائرها، وجب أنه ليس له معها إلا حالان، إما أن يكون موجودا مع وجودها أو بعدها، فإن كان موجودا مع وجودها ولوجودها أول فواجب أن يكون حكمه في وجوده عن الأول وحصوله عن عدم حكمها، وذلك يوجب حدوثه من حيث شرطها هذا في علة الحدوث متى لم يكن سابقا لها، وإن كان موجودا بعدها كان أولى بالحدوث منها لوجود بعدها. والقول الثاني أن الصور المقدمة هي استحالة الحوادث لا أول لها، وقد قال هذا القول أبو الحسين البصري، وقال يعني كثير من المتكلمين هم يقولون يعني أن المراد أنه ما لم يثبت جنس الحوادث لا عين الحوادث، وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهي نوعها. فأخذوا يحتجون على ذلك بما ذكرنا إصرار الناس عليه في غير هذا الموضع، ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعالي ونحوهما هذا الدليل مبنيا على أربع مقدمات: إثبات حدوث الآراء، وإثبات حدوثها، وإثبات استلزام الجسم لها، واستحالة حوادث لا أول لها، وجعل النتيجة أن ما لم يثبت الحوادث فهو حادث. نعم مولانا انتهينا. شيخ مرتضى، أستاذ جي مرتضى هذا عنده ملاحظات؟ شيخ مرتضى نعم. جميلا جميلا يعني أستاذنا الحق، أحسنتم بارك الله فيكم. يعني بالنسبة إلى قضية حدوث العالم عند المتكلمين، فالمتكلمون بدأوا بإثبات صانع أو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن نعم طريق الحدوث والقدم، نعم كما أثبتوا الفلاسفة عن طريق الواجب والممكن، وجوب والإمكان، نعم ووجوب والإمكان والامتناع أو الاستحالة. فهم
بدأوا بطريقة كما نحن درسنا في فلسفة يعني حديثة، بأن عندنا العقلانيين عندنا التجريبيين، فكذلك هناك نوع من الفرق. يعني الفلاسفة حينما بدأوا أن يثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى وجود العالم، فبدأوا بطريقة وهي طريقة يعني وجوب والإمكان، بأن الوجود إما واجب، أو ما هو الموجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع. أما يعني المتكلمون فذهبوا من طريق آخر. ماذا قالوا؟ قالوا بأن يعني ما نراه ما يعني المتكلمون ما أراد المتكلمون هو شيء واحد، يعني قصدهم حقيقتهم واحد. ما هو؟ بأن القديم عندنا فقط الله سبحانه وتعالى، وغيره سواء كان خلق الأول، معلول الأول، أو عقل الأول، ليس هو قديم. صحيح؟ لكي يثبتوا بأن الله هو قديم، وغيره جميعه ليس بقديم، بمعنى غيره حادث. فلو أثبتوا بأن غير الله هو الحادث، معنى ذلك بأن ليس هناك شيء مع الله وهو أزلي كما قال ذهب إليه الفلاسفة. فكيف يمكن للمتكلمين أن يثبتوا بأن الله هو فقط أزلي وغير الله ليس هناك أزلي؟ فذهب المتكلمون إلى القول بأن غير الله كله حادث. ما دليلكم على بأن الله غيره بغير الله يعني جميع الكون هو الحادث؟ فما الدليل على الحدوث، حدوث العالم وحدوث غير الله؟ هل هناك دليل؟ قال نعم، وهذا الدليل عنده مشهور، بأن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث عند طريقة يعني قياس من شكل الأول الموجود عند المتكلمون. قالوا بأن العالم متغير وكل متغير حادث. معنى ذلك بأن دليل بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى يعني ما ذهب إليه الفلاسفة المتكلمين بالنسبة إلى حدوث العالم، فذهب المتكلمون بأن الله هو القديم، وما سوى الله هو الحادث، فليس كما ذهب إليه الفلاسفة بأن الله ومعه يعني العالم أو العقل الأول هو أيضا قديم وأزلي. فقال الفلاسفة المتكلم قال المتكلمون بأن الله هو القديم، وما غير الله وهو عالم بأكمله هو حادث. فما دليل الحدوث؟ قالوا، وعفوا لازم أن نبين التعريف الحدوث عند المتكلم. الحدوث معناه مسبوق بالعدم. ماذا يعني هذا؟ بأن الحادث هو الذي لم يكن موجودا ثم وجد من العدم، حصل على وجود بعد عدم، هذا هو حادث. فقالوا أن جميع العالم حادث، بمعنى بأن جميع العالم وجد من العدم، لم يكن موجودا. فيا أيها المتكلمون، ما هو دليل حدوثكم؟ قالوا الدليل الحدوث هو التغيير في العالم. في عالم نوع من التغيير، هناك ليل والنهار، هناك حركة، وجميع الأشياء، جميع المؤسفات، هذا نوع من التغيير. وهذا التغيير يدل، ماذا التغيير؟ معنى ذلك لو كان في لحظة كان هناك شخص ساكن بعدين تحرك، وكان متحركا بعدين وصل إلى نقطة السكون، أو كان ناقصا قصيرا بعدين طول، كان قائم جلس، كان متحدثا فسكت، سكوت تحدث قيام، كل هذه نوع من التغيير. وهذا التغيير هو دليل على حدوث، وحدوث دليل على وجود شيء بعد عدمه.
ووجود شيء بعد عدمه معناه بأنه ليس بقديم. فلكي يفسروا وجود التغيير في العالم، هم قسموا العالم الخارجي والعالم الطبيعي إلى شيئين، إلى نوعين، وهو بأن كل ما هو الموجود في العالم الخارجي ينقسم إلى قسمين، إما جوهر وإما العرض. الجوهر ما هو؟ ما هو قائم بنفسه، يعني في وجوده ليس بحاجة إلى شيء، إلى شيء آخر. والعرض هو ما في وجوده بحاجة إلى شيء آخر. وأدل دليل هو العدد. على سبيل نحن نقول العدد 1، 2، 3، 4، 5، 6، هل له وجود خارجي مستقل؟ يقول لا، العدد من الأعراض. لماذا؟ لأن العدد ليس هو وجود مستقل. العدد إما يكون الواحد القلم، أو واحد من التفاحة، أو واحد شيء آخر، أو واحد إنسان، واحد دار. فالعدد هو عرض، لأن في وجوده الواحد في وجوده يحتاج إلى دار، وإلى الزيد، وإلى البكر، وإلى شيء آخر. فلذلك كذلك اللون، اللون الأبيض هل له وجود مستقل؟ لا، ليس وجود مستقل. إما الأبيض هو القماش، وإما الأبيض هو الجدار، وإما الأبيض هو اللباس، وإما أبيض شيء آخر. فاللون وكل هذه الأعراض التسعة، كم، كيف، أين، متى وغيرها، كل هذه الأعراض في وجودها بحاجة إلى غيرها. فعلى سبيل المثال نحن أخذنا مثال الكرسي. في الكرسي أو إنسان أو أنا مرتضى، أنا في خارج، أنا متكون من شيئين، متكون من الجوهر ومن متكون من أعراض. ما هو الأعراض؟ وزن هو عرض، الطول هو العرض، لون هو عرض، كل ما أتكلم الصفات هي أعراض. والجوهر ما هو؟ الجوهر الذي هو حامل المتماسك لجميع هذه الأعراض. صحيح، هذا النقطة الأولى، التقسيم العالم الخارجي إلى جواهر والأعراض. النقطة الثانية، يقول الأعراض جميعها حادثة، لأن أنا في لحظة أنا أتكلم، وفي لحظة أنا ساكت، وفي في لحظة أنا قائم، وفي لحظة أنا جالس. فجميع الأعراض، جميع الأعراض وهي متغيرة حادثة. صحيح. النقطة الثانية، بأن الأعراض جميعها حادثة. النقطة الثالثة، وهي بأن الأعراض لا تفارق الجواهر، أو الجواهر لا تتعارى، تكون عارية من أو نتصورها بدون الأعراض. يقول لا، لازم هناك، يعني لو كان في العالم الخارجي أي شيء، أي كان ما كان، لابد مع الجوهر هناك نوع من العرض، وإلا لا يمكن تصور الجوهر. صحيح؟ هذه نقطة ثالثة، يعني ملازمة أعراض للجواهر. لماذا هم يريدون إثبات يعني الملازمة بين الجواهر والأعراض؟ لأن الأعراض هي الحادثة، والأعراض هي حقيقة ما نراها. ولو كانت الأعراض يمكن تصورها مستقلة عن الجواهر، فهذا يسبب مشكلة أخرى، فلا يمكن حتى تصور الأعراض. لأن نحن نريد أن نثبت حدوث ليس الجواهر، حتى حدوث الأعراض، بل حدوث الجواهر أيضا. فيقول الجواهر والأعراض، يعني ماذا؟ الجواهر والأعراض هي يعني ملازمة. ومن هنا، لو كان الجواهر والأعراض هي ملازمة، والأعراض هي متغيرة، وهذا التغيير دليل على حدوثه، فمعنى ذلك بأن جميع العالم هو حادث، لأن جميع التغيير ما وجدته على سبيل أن حتى جوهري، جوهر المرتضى، لم يكن موجودا من السابق، ولكن بعد أن ولدت جوهر وأعراض جاء معا، جاءت معا الأعراض والجواهر، جاءت معا، جئت إلى العالم الخارجي والعالم الوجودي. فكذلك جميع الأعراض والجواهر،
فهذا التغيير وجود والعدم، فهذا دليل بأن جميع العالم ليس هناك أي مستثنى منه، جميع العالم نراه منه هذا التغيير. التغيير ما نراه بالمشاهدة، المشاهدة هذا دليل على التغيير، ما نراه في العالم الخارجي، ما نراه في وجودنا وفي جميع العالم. فهذا التغيير دليل على حدوث، والحدوث دليل على وجوده بعد العدم. فلو كان وجوده بعد العدم، معنى ذلك بأن جميع العالم هو حادث، والله هو قديم فقط. فهذا ملخص ما ذهب إليه يعني المتكلمون لكي جاءوا بمذهبهم وتفسير خلق العالم. فجميع المتكلمون سواء كان من المعتزلة أو من الماتريدية أو من الأشاعرة أو من الشيعة أو من غيرهم من الزيدية، فمعظمهم ذهبوا إلى القول بحدوث العالم، وهذا مخالف لما ذهب إليه الفلاسفة أو معظم الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم أيضا قديم، الله والعالم يعني هما قديمان زمانا. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.